مباراة البداية بالنسبة ليحيى مشوار لنسور قاسيون بأسماء العادة لإبراهيم عالمة في المرمى على يمين الدفاع ثلاثة حسين جويد ستة على اليسار عمرو جنيات اثنين في محور الدفاع أحمد الصالح وخمسة عمرو ميداني في وسط الميدان عشرين خالد مبيض ثمانية زاهر الميداني 11 محمود المواس 18 وردة السلامة 10 الكابيتان وفيرس الخطيب والتسعة المهاجم الهداف والقناص عمر السومة للمدرب السربي جوران في هذه المباراة مع عشرة البداية بصافرة الحكم الدولي الياباني كومباي إيدا من جانب الدفاع الفلبيني بكرة من فيرس الخطيب ممتاز المقاسية الدفاع يا أحمد يا سالح مع عمر الميداني فيرس الخطيب في التمهيد والازدواجية المقاسية والخسارة من أستراليا ثلاثة أهداف مقابل اثنين ثم هزيمة مع إيران وديا بخماسية هذه كرة حذاري هدف أول من الخطير خافير باتينو هدف أول لمنتخب الفلبين كنت أتحدث عن الإشكال الدفاعي لمنتخب سوريا في المباريات الأخيرة وقبول عديد الأهداف وكنت أحذر من منتخب الفلبين بعد محاولة أولى سورية من عمر السومة ثغت فلبيني يولد هدف على إثر كرة ثابتة وخطأ فادح على مستوى المتابعة الحكم الياباني كامباي إيدا بكرة تعود مرة أخرى من جهة اليسار هذه المرة توزيع التصويبة تلعب لفيرس الخطيب يغير إلى اليمين شويد يلعب الكرة مع محمود المواس المواس المتابع والمراقب من لاعبين تعود لجويد التوزيع عمر السومة براد جول 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 هدف التعادل السومة القاتل يتمكن من التعديل هكذا هم نسور قاسيون لا يستسلمون بقوة ردة الفعل بتوزيع كلمة مليمترية المطرقة الذهبية رأسية عمر السومة تعدل الكفة هدف لهدف أحسن سيناريو للمنتخب السوري كرة من جانب المواس توزيع على المقاس من جانب حسين جويد ورأسية عمر السومة لا يعرف سرها يا السومة هي يا سومة كرة في الشباك الفلبية واحد نتيجة التعادل تعود بهدف ثمين وغالي لعمر السومة خاصة على المستوى المعنوي الفلبيني في هذه المباراة في تشكيلة المدرب كرة في الوسط تعود مرة أخرى لخالد مبيض دور تكتيكي كبير يصوب خالد مبيض مع عمر السومة مباراة تكتيكية بين فجر إبراهيم وكذلك كوران المدرب السربي هذه خطيرة ثري جول 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 خالد المبيض يبيض وجهك يا خالد المبيض يتمكن من تسجيل الهدف الثاني بكرة كانت سريعة ممتازة جدا المستحيل ليس السوري النسور يحلقون عاليا في هذه المباراة قوة شخصية وعزيمة وإصرار كبيرة لتنطلق الافراح من تماس كره من جويد مره اخرى فيرس الخطيب الله عليك المبيض يا سلام يا سلام يا سلام ممتاز رائع بين ثلاثة اربعه مدافعين يهرب خالد المبيض بمهارات وهدف مارادوني المبيض يتسرب يصوب يحط كره في الشبكه 2-1 للمنتخب السوري احلى البدايات السوريه واحلى عوده من خالد المبيض يعطي هدف ثاني هدف للتقدم الآني إلى حد الآن في نصف ساعة لعب هكذا هم السوريون كرة في الوسط تعود لمنتخب الفلبين هذه خطيرة ومحاولة ممتاز التدخل من عمرو ميداني تدخل في تايمين جيد من جانب عمرو ميداني هجمة كانت خطيرة بقيادة لشراك ستيفن مع أنخل كيرادو بعد اختر تبقى مرة أخرى كرة للمنتخب الفلبيني حول التوزيع يلا إبراهيم عالمة العودة مع نهاية الشوط الأول بتقدم وانتصار يعني بهدفين مقابل واحد في انتظار
حكاية. الشوط الثاني فراس، فراس الثالث فراس. الخطيب بحث فراس عن شمالية في هدف ثالث في المباراة، أكثر ممكن عن النجاعة. هذا فراس الخطيب بكرة كانت من السومة، عملية فنية ممتاز، راح المدافع راح، ثم فراس الخطيب قبل العودة لغرف في الملابس. في ذات اللحظة مشاهدين الكرام يعلن الحكم الياباني كامباي إيدا على نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب السوري بهدفين مقابل واحد. هدف باتينو في الدقيقة السادسة قبل التعديل من عمر السومة، ثم أخذ الأسبقية بهدف غاية في الجمال والروعة من خالد مبيض. في الثلاثين يعدل يسجل الهدف الثاني بعد ما أعاد الروح السومة أمامنا على الصورة والشاشة، وانطلاق الفترة الثانية في تنفيذ المخالفة للمنتخب السوري في الدقيقة الثالثة في هذا الشوط الثاني. هذه الكرة وضربة جزاء، ركلة جزاء، أي سيناريو، أي سيناريو يا سادة. إيدا الحكم الياباني يعلنها للمنتخب السوري على ساتو، كانت المخالفة. لمسة اليد مع ورد السلام، هذه الكرة ساتو، وواضح الكرة واليد كانت في حالة غير طبيعية بعيدة عن الجسم. محاولة ورد السلامة، الخبرة تتكلم، الخبرة تتحدث. في راس يتقدم، خطيب يمشي، خطيب يحطها، خطيب الثالث، في راس يا في راس، في راس الخطيب، هدف ثالث للمنتخب السوري. أحلى بداية يا سادة، أحلى بداية لنصور قاسيون في هذا الشوط الثاني وفي هذه المباراة. من غير فراس الخطيب يصنع الفرحة في مدرجات ملعب بانات بارك في الفلبين. الخطيب يسير بخطى ثابتة ويسجل الهدف الثالث. يباغت الحارس ميكائيل فالكيس كارت. 3-1 للمنتخب السوري أمام منتخب الفلبين. الشوط الثاني ينطلق على عكس الشوط الأول، مغاير تماما بهدف سوري الثالث يعطي الأسبقية. جنيات يتقدم عمرو من جهة اليسار، كرة في اتجاه المواس، يهرب المواس، يمشي محمود، مواس، مواس، محمود، ممتاز، رايع محمود، المواس يحافظ على الكرة، محمود، المواس يعود إلى عمرو، جنيات يرفع كرة عمرو بالرأس، يلا سوم الرابع، الرابع يا سوم الرابع، الرابع يا عمر، السوم الرابع ممتاز. الشو، الفستيفال، الفرحة، الفرجة، المتعة السورية تتواصل في هذه الأمسية الكروية. مواس بإصرار كبير، مواس بفنيات، بروعة وامتياز، محمود المواس، كرة لعمرو جنيات، توزيع على المقاس، الرأس الذهبية، المطرقة السورية، عمر السومة، شوف المواس، دور كبير ممتاز، يعطي كرة عمرو جنيات، توزيعة ممتازة على المقاس، وعمر السومة برأسية ثانية في المباراة، يسجل الدوبلي، يسجل الثنائية، يمضي رباعية في الشباك الفلبينية من الرؤوس والأقدام السورية. كرة عمر السومة في مثل هذه المنطقة، في منطقة الجزاء، لما تكون كرة على المقاس. في الهدف الأول من الظهير الأيمن حسين جويد، واو خطيرة كانت المحاولة الفلبينية. كرة تعود مرة أخرى سورية من فراس الخطيب، يمشي فراس، يلا فراس، فراس يهرب، فراس توزيع على الخامس، يرفع طويلة فراس الخطيب، لمسة لمحمود المواس، إصابة المواس، يطلب اللاعب الحكم الياباني. الخطيب يحارب على كورته، يفتكها ممتاز، عمر السومة يطلب الكرة، 1-2 ناجحة، أوه يتدخل على الفارو سيلفا، 4 أهداف مقابل واحد للنصور. ترجع الكرة مرة أخرى طويلة، البحث عن محمود المواس، مواس 2-3، مواس العودة الدفاعية، لكن مع وجود المواس لا وجود مستحيل، لا وجود عودة، لا وجود لسومة، يحاول تسجيل الهاتريك. شراك في اتجاه باتريك رايكيلت، يحاول التصويب، خمسة لاعبين من الدوري المحلي هم خماسي نادي سيريس نيجرو. ترجع الكرة
هجمه معاكسه المنتخب السوري من اجل الخامس. سوما سوما خامس جول على الطاير يا سوما. سوما بعد كوره كانت من جانب محمود المواس، الاسيست ممتازه من المواس. سوما على الطاير يخطفها، شوف محمود المواس نظره ثم توزيعه. سوما ما يترددش لمنتخب الفلبين. شراك يلعب الكرة خطيرة، حضور ذهني كبير لإبراهيم عالمة التي تنتظرها مستقبل كبير في كرة القدم السورية. قبل هذا كرة فلبينية من جهة اليسار، المحاولة من جانب كارلي ديمورغا، وهدف ثاني في المباراة بإمضاء ساتو. 84 كي قلع، هذا هو التاريخي الدفاعي للمنتخب السوري اللي نبان عليه واللي كان يحكي عليه فراس الخطيب، المدافع ساتو. ساتو مساندة هجومية، توزيعة من اليسار، وساتو في لمسة أولى، ثم مايك أوت أوت بالقميص رقم 7 هو آخر من المس الكرة. يجب أن يعود التركيز 100% في آخر اللحظات، في 5 دقائق أخيرة. عمر السومة يلعب كرة خالد المبيض، هناك مواس، يمشي محمود، يلا محمود، السومة في المساندة، محمود الخامس، قال 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 خلاص خلاص يا محمود، خلصها محمود الخامس. نموذجية، الكونتر أتاك عالمي سوري في آخر الدقائق، ممتاز جدا محمود المواس مع خالد المبيض. هذا دور المبيض، رائع يا مبيض رائع. خالد المبيض بكرة للمواس، برودة دم كبيرة، هدف بصنعة لمحمود المواس يقضي على 5 أهداف السورية، يوقع على 3 نقاط الرسمية للمنتخب السوري في مباراة اليوم. محمود المواس يضرب بقوة على المنتخب السوري، ويضرب بقوة محمود المواس، يتوج المردود الكبير والعطاء في المباراة. عمرو ميداني، ميداني يلعب كرة مع زاهر، وفي هذه اللحظة بالضبط يعلن الحكم الياباني إيدا على نهاية المباراة. مبروك للمنتخب السوري هذا الانتصار والفوز العريض، 5 أهداف مقابل 1 في افتتاح التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 آسيا 2023 بالصين.